كجمعويين بالنسبه لمؤسسه سونداك حاليا فايت ما عندها حتى شي حاجه باش تعوض هاد الناس. التعويض اللي عندها حل واحد هو انها كتخلي الساكنه حتى كتموت، كتخلي الساكنه حتى كتموت باش كنجيو كنهضموا الديور وكتبقى الشركه ديال سونداك كيبقى لها الارض خاويه. حنا دابا ندوي على اليوم، كندوي على بتاريخ اليوم، بتاريخ اليوم هاد السيده هادي اللي كان عندها مشكل ديال السكن، كان عندها دابا حاليا مشكل ديال السكن، كانت اسره عندها مشكل ديال السكن، دابا ما بقاتش اسره ولات بوحدها. الا عوضناها بالسكن كيفاش غنعوضها براجلها؟ فينا هو كيفاش غنديرو تنعوضو براجلها؟ كيفاش تخلص هاد 20 مليون؟ حنا ما عندناش دابا مشكل ديال 20 مليون ما بقاش عندنا، دابا تا مشكل ديال 20 مليون ما بقاش عندنا. 20 الدار كتعطيوها الانسان باش كيتكون هو والزوجه ديالو والابناء ديالو، هذه اللي عطيناها الدار اليوم هي ومن غتسكن هي وراجلها، راجلها مات الله يرحمه، شكون المسؤول على الموت ديالو؟ شكون اللي غيتعاقب على الموت ديالو؟ واش كاين شي مسؤول من شركه سونداك غنشكون نعاقبوه؟ هذا حنا فين بغينا؟ حنا بغينا انتقام للزوج ديال السيده، حيت ما بقاتش كتهمنا دابا الدار، الدار اللي دابا عطينا الدار اللي فرد شغدير بها؟ الزوج ديالها اللي مهم عندها في حياتها مات، الرزق ديالها اللي كانوا عباد الله راه هاد السيده هادي السيده كانوا جامعين الناس باش تخلص، راه تجمعات وجمعنا الساكنه كاملين تجمعوا ودرنا صينيه لان السيده ما عندهاش، درنا صينيه وجمعنا لها في حدود قبل ما تطيح الدار كانت عندها 2 مليون و140 الف ريال، 2 مليون و140 الف ريال حاطها في دارها لان ما ديرهاش ثقتها في البنكه، فلوس النوطير وفلوس الله اللي عالم بها، هاد 2 مليون و140 الف ريال اللي حاطها في دارها ومشات لها، فين من غنسبيوها؟ إذا جينا ندوي ديما غنخليوها هذيك كضحية، شكون اللي غيدافع عليها حاليا؟ شكون اللي غيدوي عليها؟ جلالة الملك بوحدو هو اللي عنده حق يدوي، حيت هو الوحيد اللي غيقدر يدوي. الملك هو الوحيد اللي كيدوي وكيدوي بصراحة، أما أي واحد راه كيدوي بخونة، كيدوي بسرقة، كيدوي بكذوب، ما بقينا كنثيقوا في حتى شي مسؤول. لأن بالنسبة للمسؤولين، كيفاش قيد ديال المقاطعة 5 ضرب طاليان ملي كيمشيو عندو الناس كيقولوا ليه حنا راه ديورنا غطيح، كيقول لهم ما ديريو نجيونيش، خلوني ناعس منين هذه ولات كتجمع فلوس ودير الصينيه كندور لعباد الله كيقولوا لها كتشوهينا، ما ديريش لنا الصينيه، منين بدينا كندور على المحسنين قيد كيقول لها وقدمي كيقول لها كتشوهينا. هاد السيده ملي غتجمع ملي جاوا فلوس راه ما عندهاش، إذا كانت مساعدة خاص هذه أول حاجة، والتحقيق خصنا نحقو مع شركة لاسونا داك اللي مسؤولة على هاد السيد هذا اللي مات، على هاد الناس هادو اللي ماتوا، وهاد الناس اللي ماتوا راه كمرحلة أولية، راه غيموتوا الناس، وغيموتوا الناس، ديك النهار أنا بصيفتي بوخش بيوسف راه كنت كندوي مع سعد العتشوبي ذاك النهار هناك قدام الأمن، وقيل راه تفيلم هذاك الشيء وكنغوت، كنقول لي سعد عطينا تاريخ الوفاة ديالنا، عطينا إمتى غنموتوا. لان دابا حنا ما بقيناش كنقولوا الموت بيد الله سبحانه وتعالى العظيم، ولينا كنقولوا الموت بيد سونداك. ملي سونداك عندها اوراق ديال الديور كاملين، ملي كتقول لها انسان ما عندوش فلوس، التصريح ديال السعيح ديالو اش كيقول؟ كيقول لك بلي الناس هادو راه كلنا الحمد لله نقلنا كاع الناس، والناس اللي بقاو راه عندنا الفيديوهات ديالو كيقول لك الناس اللي بقاو راه هما في اطار راه كيجمعوا الاوراق كيقادوا كاينين بزاف الناس الان باقي ما وصلوش العتبه ديالك، لان سونداك فايت